برحب بحضراتكم طبعا في المؤتمر الجميل ده بعد طول انقطاع. دلوقتي يشرفني ويسعدني ان ادعو اخويا الاستاذ الدكتور عبد الفتاح حنو، رائد واستاذ الكبد والجهاز الهضمي من الاسكندريه، ان هو يدينا بدلو في موضوع مهم جدا وهو متواصل مع المحاضره السابقه، نتكلم عن الهباتيتس بي، هل ممكن يكون سبب في الاكيوت اون توب اوف كرونيك ليفر سيل فيلير؟ اتفضل دكتور عبد الفتاح. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير على حضراتكم وبرحب بكم طبعا في زمن الكورونا. ربنا سبحانه وتعالى يبعده عننا ويشفي العالم كله ويشفينا من ضمن القصه بتاعه الكورونا دي. واحنا فعلا اكشولي وار لاكينج ذيس فيزيكال ميتنج، اللي احنا فعلا كلنا مشتاقين لبعضنا عشان خاطر الفيري جود انتراكشن. وده اذا ما كانش يحصل هذا الكلام الا عن طريق حاجتين، الاستاذ دكتور مهدي الصحاري والجمعيه البحثيه المصريه لها دور في هذه القصه، وبنشكره شكرا جزيلا، وطبعا الجهود المبذوله بشركه فارما ترند هذا، والواحد سعيد جدا جدا بهذا الميتنج وان شاء الله يكون مثمر بالنسبه لحضراتكم. النهارده ده it is our experience في البراكتس ديلي براكتس. عندنا عيانة HPV فيروس انفكشن، وطبعا كلنا بنحذر من استخدام الدواء وازاي فور البيشنت، ومره واحده لقيت العيان جاي لي في حاله لا يرثى لها، فمني اللي انا لازم اتصل بحد من الزملاء ولادنا الموجودين في المستشفيات اذا كان النواب بتوعنا او المدرسين المساعدين، وبشخص لهم الحاله، ولقيت حوالي 3 أو 4 وات وشال دو يا دكتور عبد الفتاح. فالقصه اللي انا شخصت الحاله وات وشال دو، ده نكست ستيب ايه اللي ممكن يتعمل لحاله زي كده، ومن هذا استوحيت القصه بتاعت اكيوت اون توب اوف كرونيك ليفر فيلير ان اتش بي في ريليتد انفكشن. والقصه بتاعت الكرونيك ليفر ديزيز معروفه، العيان عنده اكيوت ليفر انفكشن، عنده كرونيك ليفر ليفر سيروزس والكومبليكيشنز بتاعته، اكوت ليفر سيل فيلير، والترند بتاعت الاكوت اون توب اوف كرونيك في الاخر 2018 في الاي سي دي، و2019 ابتدوا يتكلموا عليه، وبعد كده الكلام واقف على القصه ديت لحد وقتنا هذا، لان في كلام جديد جدا جدا جدا. فمن هنا حاولت بقدر الامكان يعني اخش في القصه ديت واشوف الدنيا ماشيه ازاي. اور اجندا توداي وات وير مينينج باي ديفينيشنز. The second step, the criteria of diagnosis, the course of the disease, the types of ACLF, acute on top of chronic, as well as etiology, prognostic models, as well as pathophysiology, and our management اللي انا اجتهدت فيه مع اولادي اللي موجودين في الاقسام المختلفه في 3 مستشفيات عشان نقدر نوصل لبر الامان ونشوف النتيجه في نهايه التوك بتاعنا ان شاء الله. Our patient today is about 50-year-old gentleman known to be chronic HPV infection on LAM. بقاله 15 سنه او 17 سنه بالظبط بياخد لامفيدين، ومتابع بياخد كل شهر بياخد العلاج او كل 3 شهور، والدنيا ماشيه معاه ما فيش مشاكل. اوريدي البيشنت جالي في العياده بتاعتي جوندست، عنده بليدنج تندنسي، فولي كونشس، عنده ويت لوس اسوشيتد ويز ابدومينال ديستنشن. السونار بتاعه البسيط بصيت عليه لقيته ليفر سيروتكس، عنده سبلينوميجلي، عنده اسايتس، حمدت ربنا ما عندوش فوكال هيباتيك ليجنز ولا في بورتال فين ثرومبوزس، ودول اللي بنخافوا منهم في العيان بتاع الاي دي كومبنسيتد ليفر سيروزس. ولكن لما طلبت له الكيمستري بتاعته لقيت فيه نيتروفيليا ليكوسايتوزس، الليفر فانكشنز بتاعته 800 الاي ال تي، الاي سي تي 900، البلوروبين توتال 12 على 9، البروثرومبين اكتيفيتي 45، دي ستجمتا اوف كرونيك ليفر ديزيز ودي كومبنسيتد كمان، ومعايا زياده في الكرياتينين، ابتدي يخش في كومبليكيشنز، خد الليفر ومعاه الكيدني، وبعد كده اليوريا والكرياتينين، وفي الكترولايت امبالانس، يعني في مور ذان وان اورجان. ما كانش مني لازم اطلب الدي ان اي بتاع الفيروس، ففوجئت بتاع الدي ان اي بتاع الفيروس 2 مليون انترناشونال يونتس، يعني في بايوكيميكال بريك ثرو از ويل از فيرولوجيكال بريك ثرو، وده سبب الدي كومبنسيشنز اللي اخذ الكبد وخد بعد كده معانا ايه الكلب. فابتديت افكر، طيب during the second visit تقريبا بعدها على طول ب5-6 ايام على طول، لقيت العيان بقى جالي دراوزي ديبلي جوندست في الوقت ده بالظبط، طلبت دخوله مستشفى. والسؤال اللي اتسالته انا اعمله ايه يا دكتور عبد الفتاح في المستشفى، مستشفى واثنين وثلاث، ايه الخطوات اللي ممكن نعملها له والتصرفات اللي موجود، ما عندناش زراعه، ما عندناش لازم نعمله ايه. فابتديت افكر في الحلول اللي احنا ممكن نعملها. الهوسبيتال ادميشنز اديته فلويدز اديته بلازمات، وابتديت اعمل له سيبتيك سكريننج وانتبيوتكس وكواجلانت، ده ايميديتلي في الوقت الحالي. طب ايه التشخيص بتاعي اللي انا بعته بيه المستشفى، اللي هو الاكوت اون توب اوف كرونيك ليفر فيلير سكندري اتش بي في ريزيستنس، وده الديفينيشنز عندي، يا اما العيان اكوت ذير از نو باست هيستوري في ليفر ديزيز، مره واحده الانزيمز بتزيد، العيان بيخش من الجوندس الانكفالوباثي، بيخش بعد كده في الديفرنت ستيجز بتاعت الاكوت، او العيان كرونيك عنده ستيجمنت اوف كرونيك ليفر ديزيز سيروتكس، والعيان ده بتوين الاثنين كان كرونيك وان توب حصل المانيفستيشنز، ودي الكريتيريا بتاعت الدياجنوزيس بتاعت الاكوت اون توب اوف كرونيك ليفر فيلير هيباتيك انكفالوباثي، البلوروبين اكتر من 10 ملغ بر ديسيليتر، والاي ان ار برونج اكتر من 1.6، ودول الكرياتيريا موجودين في العينين بتوعنا.
العام بتاع الاكيوت وانس يو هاف انزيمز عاليه وبلوروبين عالي، لو خلال اسبوع حصل انكفالوباثي يبقى داخل في هايبر اكيوت، لو خلال اول شهر حصل انكفالوباثي يبقى ده اكيوت، لو خلال 3 شهور يبقى ده سب اكيوت، وده العام بتاع الاكيوت مش الكرونيك. طيب ليه بنعمل هذه الكلاسيفيكيشنز بتاعت الاكيوت؟ لان لاحظنا ان العينين دول بيموتوا بسرعه، حوالي تقريبا 34% من العينين دول لو ما بتشخصوش بدري بيحصل لهم ديس وبيحصل لهم ايه؟ اواي فروم لايف. عشان كده كل العالم ابتدى بالقصه يهتم ليه الاكيوت اون توب اوف كرونيك ليفر فيلير، وده الكلام اللي قلته لحضراتكم بالنسبه لاكيوت ليفر فيلير وثلاثه كلاسيفيكيشنز الهايبر اكيوت والاكيوت والسب اكيوت، والاختلافات كلها نتيجه مثلا الريكفري بيبقى كويس جدا جدا في الهايبر اكيوت بالمقارنه بالسب اكيوت والعيانين بتوع الاكيوت. نفس القصه الانكريز انتركرينال تنشن، يبقى نزل لو احنا غصنا جوه العيان ده بالفاسوفيسيولوجي وحاولنا نوقف كل المشاكل دي كلها ممكن ننتقل لمرحله ثانيه ونكون سبب في شفاء المريض بتاعنا. ودي البرنسبلز ايتيولوجي اوف اكيوت اون توب اوف كرونيك ليفر فيلير امام الفايرال، وكانت الحاله بتاعتنا النهارده اللي هو الهيباتيتس بي فيروس انفكشن ان اديشن تو اذر كوزز حضراتكم كلها معروفه. قصة الفيروس بي زي ما معروفة لنا كلنا ان العيان لو جاله في الاضل تقريبا 90% او 95% بيخفهم، 5% بيخش بعد كده في الكرونيك، الكرونيك بيخش في الديكومبنسيشن والمشاكل اللي معروفة في الناتشرال كورس بتاع الديزيز. وعشان نقيس ما مدى مشكلة العيان ده عندنا البروجنوستيك مودلز اللي تشايلد حضراتكم كلها عارفينها، الميلد حضراتكم كلها عارفينها، وجانا الاسسمنت بتاعت الاكيوت اون توب اوف كرونيك اللي هو الاسسمنت اوف جنرال اورجان فيلير سكور اللي هو السيكونشال اورجان فيلير اسسمنت اللي هو السوفا اند ذا اكيوت فيسيولوجي اند ذا كرونيك هيلث ايفالويشن اباتشي 2، وده اللي بيقيسوا بيه الديجري اوف سيفيريتي اوف بيشنت سافرنج فروم اكيوت اون توب اوف كرونيك ليفر فيلير بالاضافه لكليف واللي هو الاكيوت اون توب اوف كرونيك ليفر سكور. يعني دي سكورز موجوده عشان القصه بتاعت الاكوت ان توب اوف كرونيك. What are the pathophysiological changes which are occurring in patients suffering from acute on top of chronic? And لاحظ كل السيستمز بتاع جسمنا involved. وعشان كده القصه كلها مالتي ديسيبلينري ابروتش، ما ينفعش بتاع الكبد بس، كبد وجهازات صدريه وقلب وعنايه مركزه، لان دول كلك لهم رول في الباثوفيسيولوجي بتاعت القصه بتاعت الاكوت ان توب اوف كرونيك ليفر ديزيز. لو خدنا اول ايتم اللي هو الباثوفيسيولوجي بتاعت السيركيولاتري ديسفانكشن، كل عيانين عندهم هايبوتنشن وده بيقلل الرينال بلاد فلو والجلومير فلتريشن ريت وبيدخل عيان في ايه؟ في نوع من انواع الرينال فيلير. وكمان مش كده، كمان ده عنده مشكله انترا هباتيك سينوسويدال سوالينج وإديما نتيجه للسبسز والسبتيك انفكشنز، فبالتالي بيزود الانترا سينوسويدال بريشر وده ليه رول في الديتيريوريشن اوف ذا كيسز نتيجه لوجود السبسز والانفكشن. ايفن حتى الرينال بلاد فلو والجلومير فلتريشن ريت والديسبالانس ما بين الفازوداليترز والفازوكونستريكتورز ستريكسور بتاعت الكيدني بيدخل في العيون في اكوت كي اي، ومش كده كمان بيأثر على الكيد على الهارت بيعمل حاجه اسمها كارديو رينال ديسفانكشن، يبقى عندي هيباتيك رينال كاردياك والبرين قبل كده في انكفالوباسي، ودي الكريتيريا بتاعت الدياجنوز بتاع اكوت اون توب اوف كرونيك. طب وات ار ذا تريتمنت اوبشنز؟ السؤال اللي سالته بزملاتي الاصغر مني، انا بقول له يا دكتور عبد الفتاح عندي المانجمنت تريت ذا كوز، القصه بتاعت الاتش بي في والعين كان بياخد لام وحصل دراج ريزيستنس وفيلير هنغير الدواء، دي قصه معروفه لحضراتكم كلها ما فيش مشكله خالص وفعلا ده اللي احنا عملناه. طب وات اباوت ذا انيشال مانجمنت اوف اكيوت اون توب اوف كرونيك؟ السؤال اللي انا سالته هنعمل له ايه؟ العيان ده اكشوالي في ذيس اكيوت ولا كرونيك؟ لازم نبص على العيان ده هو فعلا اقل من 6 شهور ولا اكثر من 6 شهور، ولازم نقول له في احتماليه كبيره جدا جدا تحضر نفسك لازم تعمل ليفر ترانسبلانتيشن اند وات اي شال دو، لان انت لو ما خدتش هذا القرار بساعتها ممكن يرز زي ما حصل مع العيان بتاعنا ده، يبقى ده الانيشال مانجمنت. طب انا دوري ايه كراجل موجود في المستشفى وكطبيب صغير اعمل ايه؟ السؤال اللي بيتسال هل ممكن نعمل زراعه ولا ما نعملش زراعه؟ هل العيان يقدر يكمل معايا ولا ما يكملش معايا؟ اللي بالاخضر قدام حضراتكم ده ذا بوسيبل انديكيشن اوف ايمرجنسي ليفر ترانسبلانتيشن، عيان دراج ريليتد واخد اوفر دوز بتاع الدراجز، العيان ده عنده اكوت فايرال هيباتيتس توكسينز باد كياري اوتو اميون بريجنسي، يبقى العيانين دول هيستفادوا من الزراعه هيستفادوا، على عكس العيان اللي عنده ميتابوليك ديزيز وانفلتريتيف ولينفوما ده خلاص اوريدي عنده مرض كده والليفر خلاص ضايع مننا مش هيستحمل زراعه، فبالتالي ما نفكرش ولا نرق الاهل بالحكايه الزراعه دي. طب انا كراجل دكتور اعمل له ايه لما قبل ما ادخله العنايه المركزه؟ حاجات انيشال اسسمنت فور دايجنوزس وتشيك فور ديتيولوجي مهم جدا 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 جدا، وتشوف الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل للعيان، وده اللي لازم كلنا نعرفوه ولازم نعرفوه في المستشفيات عشان نتصرفوا مع العيانين. وحاجات مهمه قوي بالنسبه لنا على سبيل المثال الستاندر كير، لازم ندي له جلوكوز، العيان ده لايبل هايبوجلاسيميا، والهايبوجلاسيميا على معناها برين اسكيميا، كاردك اسكيميا، رينال اسكيميا، لازم ياخد جلوكوز 10 ل 20، لازم ندي له اثر
ستريس ألسر بروفلاكسز ريستريكت كلودنج فاكتور. ما ينفعش فريش فروزن بلازما في عيان انت مش عارف رايح فين وجاي منين. لازم مهم جدا جدا من الحاجات دي، ولازم ندي ان استايل اسيستين حتى لو انا مش عارف السبب بتاعت الاكوت ان توب اوف كرونيك، يبقى ده الستاندر اوف كير. اول ما دخل العيان عنده المستشفى اجي اعمل له الحاجات دي كلها، ولو دخل في انكفالوبسي لازم ادخله في الانترميديت كير عشان ما يحصلش مشاكل. بعد كده ريفيرر، هل عندنا نخش بقى في الزراعه وما نخشش في الزراعه؟ قسموه على عيال عندها باراسيتامول بويزنينج النون باراسيتامول بويزنينج، والقصه كلها في اللاكتيت والان ريسبونسيف فور ريسيتيشن، وده ممكن اي نايب او اي دكتور صغير يعمل هذه القصه كلها. بالاضافه لكده لازم نشوف اذا كان العيان ده ليه بروجنوزس كويس ولا لا عن طريق كده. هنخش بقى في الحاجه اللي تهمني جدا زي ما قلت لحضرتك، عباره عن مالتي سيستم ابروتش. العيانين دول عندهم نورولوجيكال مانيفستيشن انكريز انتركرينال تنشن، ازاي نقلله عشان نعمل مع البرين هيرنيشن، الميتابوليك كوريكشن اوف هايبوجلاسيميا هايبوناتريما هايبوفوسفاتيميا، التوكسيك والرينال فانكشن عن طريق الفلويد ريجوليشنز والسي في بي بتاعه، البالمونري عشان افويد البالمونري ستريس والانفكشنز الموجوده، الهايبر كاينتيك سيندروم الاريزمياز الانفكشنز which is very important in patients suffering from liver disease whatever bacterial fungal septicemia الكواجوليشنز. السؤال اللي بنساله ندي انتي ثرومبوتيك ولا نديش انتي ثرومبوتيك في عيان زي كده، هل ليه علاقه ولا ملوش علاقه؟ الحاجات دي كلها موجوده لها جايد لاينز، ولو احنا استخدمنا جايد لاينز نقدر نطلع بنتيجه للعيانين دول. فور اكزامبل فور كارديو فاسكولار على سبيل المثال، العيانين دول عندهم هايبوتنشن، ذا بيست وان از نور ادرينالين. Yes, very important. ما تتأخرش لما تدعي عند نور الأدرينالين. طب العيان عنده كان اسكيميك هارت وحصل اسكيميك هيباتوباثي والإنزيمز بتاعته عالية، مفيش مانع تدي أنتروبيك ايجنت. طب وات أبوت الضغط اللي اتفقوا عليه في عيانين عنده مشاكل في الهارت 90 60 ولا أكتر شوية، مفيش جايد لاينز. لا ندي هذا الكورتيزون، ندي هذا الكورتيزون لأن بيساعد على ريسبونسفنس للفازو بريسر ايجنت. يبقى دي البوينت وأنت بتتكلم مع بتاع الكارديولوجي كراجل هيباتولوجيست لازم يحطها كده. وات أبوت ذا ريسبيريشن؟ دونت هيسيتيت في الانتوبيشن أوف ذا بيشن. ما تاخرش ان العيان ده فعلا عشان بتريح العيان لما تحطه على جهاز التنفس وبتحمي الرئه بتاعته، ما تتاخرش لا استنى شويه ما تحطوش على عينيك مش هيرجع كلام ده، لا خد قرارك. ستاندر سيديشن اند لانج بروتكتيف فنتليشن تكنيك، افويد اكسس هايبر او هايبوكاربيا، ريجولار شيست فيزيوثيرابي، الحاجات دي كلها كنا بناخد فيها ديبيت ونتسال فيها مره واثنين وثلاثه. وات اباوت ذا رول اوف بي بي اي والكوليسيديوم ديفيسيل انفكشنز عن طريق البارنترال والانتر نيوتريشن، ولا تهمني جدا جدا ان كيب ذا بيشنت اوين فري بليدنج از فروم ذا gastroenterology point of view. What about the metabolic errors which are occurring in this patient? Hypoglycemia, hyponatremia, acidosis. This can be corrected easily and through the regular measurement of the sodium and the potassium and avoid the increasing the lactic acid with acidosis. What about the renal replacement therapy and the role of the anticoagulation for renal replacement therapy? All of these pay our attention and they can improve survival in patient. Also the coagulation. If we are in need for coagulant or the procoagulant or anticoagulant, it is a point of debate in patients suffering from liver chronic disease. Actually, abnormal coagulation does not translate increased risk of bleeding because we have a balance between the procoagulant and the anticoagulant. What about the monitoring of coagulation? The same. We don't use and rush use of the fresh and frozen plasma because it helps in the lung injury. What about the rule of antibiotic? You don't use overuse of antibiotic. Even you can use antifungal safely in advanced cases when indicated in patients suffering from refractory hepatic encephalopathy and liver cell failure. This as regarded the initial management of the circumstances. What about the treatment of the cause? It is so easily through shifting the nucleotide analog. كلنا عارفين الريسبونس وات ايفر برايمري او بارشال، والعيان بتاعنا ده حصل له فيرولوجيكال بريك ثرو هو اللي زود عنده البايوكيمستري وزود عنده الدي ان ايه بتاع الفيروس. وطبعا معروف اللاميدين اللي العيان بياخده بقاله 16 سنه ما فيش حد فكر فيه انه فعلا يكون السبب في هذه القصه، بعد خمس سنين بيكون 70% عنده دراج ريسيستنس، والراجل معانا بقاله 14 سنه بياخد لاميدين وجاينا في الصوره البشعه اللي دخل فيها نوع من انواع الليفر سيل فيلير ده، وده اللي احنا عملناه فعلا اكشولي عملنا شيفتنج فروم ذا لاميدين تو انذر دراج. ده الجايد لاينز الموجوده بالنسبه للتريتمنت اوف اكيوت مش هنتكلم فيها ولا الكرونيك، هنتكلم بس في حاجتين مهم جدا جدا
لازم وانت بتدي العيان اذا كان نان سيروتيك وكان ستارت وذ فيري بوتنت دراج برضك اذا كان سيروتيك نفس القصه لما بندي دراج لازم نعمل فول اب للعيان بايوكيمستري عشان نشوف اذا كان في انكريز في الليفر فانكشن او لا. لو حصل انكريز في الليفر فانكشن ده بيدرو اور اتنشن فور انكريز ان ذا دي ان اي اوف ذا فيروس اند سو ايزلي يو كان شيفت تو انذر دراج اوف انذر ديفرنت كلاس. العيان بتاعنا خد الليميدين غيرناه على التنيفوفير ميجينيتيكا فير وما كانش في استعجاله بالنسبه لنا. لا كان في استعجاله وفعلا اول ما خدت القرار ده خدته ولكن كان الباثولوجي والباثوجينيسيس بتاع الديزيز كان اعلى بسرعه وعشان كده العيان حصل له دي كومبنسيشن. هل فعلا سالوني سؤال يا دكتور هل ممكن تدي له كورتيكوسترويد في حاله زي كده؟ قلت له داز نوت جود امتر وفعلا اكشوال كورتيكوسترويد داز نوت بي ايه بالنسبه لايه للاتنشن ولا كان امبروف سرفايفل للعيان. كان خد تقريبا اي سينك كده العيان بتاعنا اكوردنج تو جايد لاين خد تينيفوفير ولكن طبعا الميديكال كونديشن كيبت ديتيريتنج اول ثرو ذا نيكست 2 ويكس وعن طريق زياده في الليفر فانكشن والكواجلوبس والعيان نزف ودخل عنايه مركزه ودي ان اي زاد 5 مليون وفعلا العيان بعدها مات بثلاث اربع ايام نتيجه لوجود النيجليكشن اند ذير از نو جود فور فول اب فور بيشن ماشين 17 سنه على اللاميفيدين ما فيش حد فكر يعمل له مونيتورنج فور ذا دي ان اي وبالنسبه للانزيم. ودي بالنسبه لي كانت رساله مهمه جدا جدا اللي احنا نفكر فعلا اكشوالي في السيتويشن ده. ثانك يو فيري ماتش.